الله الرحمن الرحيم. الإشارة الصينية النهاردة هي المحاضرة الرابعة ليك مطول بورسعيد. بشكر أخويا وصديقي وأكيد الدكتور إسامة عرفة، وبشكر جيف بيرسي، بشكركم على وصولكم. بس أنا شايف المحاضرة دي مهمة جدا، بس طبعا مش هطول علشان ما تتخنقوش. مين فاكر نفسه، معلش انا اسف على البدايه، مين فاكر نفسه بيعرف يعالج التسلخات؟ مشكله كبيره جدا وبناخدها لايتلي، لكن الموضوع كبير قوي وفي حاجة غايبة عننا هبدأ بيها، ولو خلصت بيها المحاضرة خلاص. أي بيبي عنده كرونيك درماتايتس النابك الأريا، شوف ممكن قلب فيه ممكن. افتكريني؟ افتكريني، امسك كده يا باشا. امسك ده. بص يا باشا، كتير جدا من الاطفال اللي عندهم نابراش او نابكن درماتايتس، ايه المشكله؟ ان الام اوبسيسيف. عارف يعني ايه اوبسيسيف؟ عندها وسواس نظافه. وسواس النظافه ده مشكله عيله. اكبر واحد بيشيل المشكله البيبي. شفت انا بدي بحاجه تانية مش طب خالص، بس والله ده الحقيقه. فاول ما تجي لك العيانه سلم عليها، لقيت ايديها دراي وخشنه، بالذات الدوميننت هاند ايديها اليمين او الشمال لو كانت شوله، اعرف هي سبب النابكن درماتايتس او نبراش. ازاي؟ الست دي بتغسل البيبي ابري ناون ذن بصابون وشامبو ووايل وديتول، عامله له هي الارتن درماتايتس لانبول ولا الاسطول. فدي يعني بتتكر قوي من اول معلومه بقولها. فتيجي تديك روشته للبيبي، تروح كاتب ايه؟ سيبراليكس 10 مللي جرام، قرص للام يوميا بعد العشاء. والله العظيم. يلا الست من هنا. الموضوع أصعب مما تتخيله. هسأل سؤال ومش عيب طبعا، مين قاعد قدامي أوبسيسيف؟ مش عيب. أوبسيسيف مين قاعد أوبسيسيف؟ بيغسل يديه كتير يوم ده وده مع كل شوية، مين أوبسيسيف؟ مفيش، ما شاء الله. لا طبعا طبعا، هو ده الايد بتاعت الاوبسيسيف كومبالسيف نيوروز بتاع النظافه، بنسميه وسواس النظافه، لا تستحمل على ايديها اي حاجه. وطبعا هي دي جريز اب تو، لو سلم لحد لازم يغسل ايديه، لو فتح الباب يفتحها بكوعه، ولو فتح باليد لازم يغسل ايديه، لو مسك كيس لازم يغسل ايديه. فالبيبي اللي عمال يعمل يورينيشن وسطول ايفري ناو اند ذن، تروح غسله بصابون صابون شامبو، تاذيه ولا ما تاذيهوش؟ ازاي؟ الله نور، الله سعادتك. بص يا جماعه، بص يا جماعه، طبقه الجلد اللي فوق دي اللي انتوا شايفينها اسمها الهورن لير، اتسددت ليه؟ ميته، عباره عن كيراتين السيل، خليه كيراتينيه جنب خليه كيراتينيه ماسك ما بينهم ليبل صنفين، كيراتين ميت، كيراتين ميت، ليبل صنفين ميت. الليبل، انا لما باكل لحمه وفراخ وباجي بغسل ايديا
والصابون هيشيل الدهون صح؟ وهيجيلي نورمال مليان دهون. كل ما اغسل ايديا اكتر، كل ما اغسل ايديا اكتر، دهون جلدك السليمة هتروح. طب ولما تروح يحصل ايه؟ السكين بارير بيموت ويحصل ترانس ابيديرمال ووتر لوس. مية جلدك بتطير، جلدك يبقى دراي. سهل جدا جدا اي انتيجين وات ايفر يخش من بره ويجي لك اي نوع من انواع الانفكشن او يجي لك اي نوع من انواع الاريتيشن. يبقى انا بقول اول معلومه قبل ما اعرض المحاضره فهقلبها. تك اي بي عنده تسلل وات ايفر كان المنظر دونت ميس از مذر هاند. بص على ايديها الدومينانت هتهدم ازاي؟ لقيتها دراي؟ هي عمرها ما هتقول لك ايه؟ انا اوبسيسيف وبنضفه بزياده وانا مبالغه، يعني ما ننضفه ازاي؟ وانا اسيبه زي العامه ننضفه بقطن ميه؟ احسن اجمل حاجه القطن من ميه. حد معايا في المعلومه دي؟ انت هتاكل نفسك انت مش هتكسر منك. يعني في الوقت زي دي مش في الضمه بقول ليه والله 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 انا جات لي عيان ببيبي 7 شهور بكرونيك انسر والله 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 الست دي كل 5 دقايق بتغسل له صابون على الحمام عشان ريحته حلوه ونظيف يورين ستول بميه وصابون. ايه دي لوجيك؟ هل ده طبيعي؟ حتى الوايبس في اختيار لانواع من الوايبس بتبقى الكول فري ومش كلها بتبقى بالظبط بتبقى الكول فري. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يلا بقى ماشي وايبس لازم تقف الميه والقطن ما فيش احلى من الميه. عندي حاجه اسمها ايرتنت دايبر ديرماتايتس. ايرتنت دايبر ديرماتايتس تعالي شوفها بالظبط كده عباره عن ايه. ذا موست كومن كونديشن افكتنج نينيتس اند انفنت. حد عنده اعتراض؟ تمام. اتنين المنظر ده نقف قدامها نقف قدامها كل واحد ممكن يضرب اي حاجه. لا انا مش عايزين نضرب بقى دكتور احمد، لا نخش واحده كده ونشوف عيني. واحد واحد برافو واحد واحد جلدي وجلدك وجلد البيبي عليه كانديدا. حد متضايق؟ حد معترض؟ ادي واحد جلدي وجلدك وجلد البيبي في الهير فوليكل عايش عليه الاستاف انا نورمال كومنسل. حد متضايق؟ يبقى انا قلت لك اثنين كومنسل قاعدين مستنيين كده مرابطين مرابطين من يوم ما اتخلقنا لغايه ما نموت. مش لازم يحصل لهم اكتيفيشن. الكانديدا و الاستاف، الاستاف قاعده فين؟ في الهير فوليكل، والكانديدا قاعده فين؟ في الجلد. مستنيه اي حاجه تبوظ لي السكين بارير، مستنيه اي نورماليتي تبقى نورمال، مستنيه اي شكل من صور من صور او شكل من اشكال التسلخين. بما يعني بيبي زي ده عنده ايه؟ ايرتن دايبر ديرماتايتس. ازاي؟ الام سايبه الدايبر فتره اطول مش مهم. فالدايبر عمل ايه؟ الريتكشن عن طريق اليورين الامونيا والفيكال انزيمز هم حاجتين بياكلوا في الجلد كانوا في الجلد. يبقى لوجيك جدا الكانديدا اول ما تلاقي النورمال سكين بقى ابنورمال يحصل لها ايه؟ فليش تطلع وتعمل لك الصوره اللي كلنا شايفينها فوق اللي بنسميها الساتلايت.
يبقى لازم نشوف الحالة واحدة واحدة. طيب نقط الكانديدا هنا ايرلي ولا ليت؟ هقول كل حاجة في العلم مكان الكونتاكت بتاع البامبرز ما بيخشش في الدنس بتاع فليكشوال اريا، فمكان التلامس مع اليورين والاسطول حصل ايريتيشن، بدت الكانديدا تسرير فوق. اصبر شويه، الكانديدا تروح داخله في الدبس بتاع الفليكشوال اريا، يبقى هنا قدامك ايه؟ ايريتن كونتاكت درماتيتس بلس ايرلي كيس اوف كانديديزيس. ها معايا ولا لا؟ يبقى اي ايريتن درماتيتس انا بقول يا بكتيريا يا فنجس الدنيا جاهزه انك تفلين. قشطه. خش على بعد. دي صور من صور طبعا واحده واحده بقى واحده واحده. ادي شويه ايريتن درماتيتس اعلى معاها كانديدا طبعا. هنا الكانديدا زادت قوي في الثالثه، الرابعه بدا يحصل ألسريشن في حضرة الستريبت وليس الستاب، في حضرة الستريبت. يعني البيبي ده لو جاب ستريبت مش جي اي تي، الواد عنده دايرية، تخش ويجيب لك ستريبت كوك الانترفيون سهل جدا. طب لو عنده جي اي تي ستريبت جي اي تي وعندوش تسلخات مش هتمسك في الجلد، مش هتمسك في الجلد. معايا ولا لا؟ واحدة واحدة تاني. يبقى أنا بفكر إزاي إن أي إريتيشن مكان الدايمر ده بيقول يا بكتيريا يا فنجس احنا جاهزين تو فلير. الفلير ان ذا فورم اوف لقيت الساتلايت ليشن والدبس بتاع الفليكشوال اريا نوت انفولفد اتس ا مايل كيس اوف كانديديز، ممكن تروح بالتوبيكال. انما لو لقيت زي الصوره الثالثه دي الدبس بتاع الفليكشوال اريا انفولفد، هنا التوبيكال انتي فونجل لوحده ما ينفعش، هتدي سيستمك. ايوه. طب ايه سيستميك انتي فانجس تديك بيبي زي ده؟ الله مين قال له؟ حبيبي الميزه كمان حبيبي الام من فضل ربنا ان احنا بندي الام الجرعه لو كانت بترضع هتوصل البيبي. ده من فضل ربنا من فضل ربنا. اه لا ده 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 الام قالت لها فيكم عليا هقول لك بقى لو ما بتترضاش يا مين. بص معايا بص معايا، حالة زي التالتة دي خلي بالك السول كانديديزيز لوحدها ده ايريتن كونتاكت درماتيتس مع كانديديز اجريسيف. طيب هتديها ايه؟ انتي فانجل ديفلوكيت كبسولة كل اسبوع 150 ملي جرام للام. طب الام ما بترضعش نبني البيبي ديفلوكان كبسول 50 بيبي ديفلوكان كبسول. ايوه اصبر عليا بس اصبر عليا بس، افتح الكبسوله على 10 سنتي 10 مللي مللي لبن ودومها 50 ملي جرام. انت عندك ديفلوكان في 50 وفي 150، بفتح الكبسوله ال 50 على 10 مللي لبن، الكبسوله على 10 مللي، وجرعه البيبي من 2.5 ل 5 مللي جرام بير كيلوجرام بادي ويت. من 2.5 ل 5. الواد وزنه 10 كيلو، ما فيش بيبي وزنه 10 كيلو. صحيح 10 كيلو سنة. يبقى الكبسوله كلها على 10 مللي ياخدها او نص الكبسوله اكوردنج للسيفيريتي بتاعت الكيس. سهله؟ ياخدها كل يوم او يوم بعد يوم لمدة أسبوع أو أسبوعين أكوردنج للسيفيريتي. والتوبيكال هتدي إيه؟ ابعد عن تيناكوم، ابعد عن الاسترويد. عارف الاسترويد يعمل إيه؟ هيودي لك الحمار بسرعة. هيودي لك الحمار بسرعة بس هيزود لا غير الانفكشن بقى، هيزود قوي قوي الانفكشن. خلي بالك معايا في نظرية اسمها نظرية فحص الصرصور. نظرية فحص الصرصور. دلوقتي الصرصور مش على بلاط هتدوسي عليه هيموت ولا مش هيموت؟
واسمعي صوته وهو بيتطرق. طب افرضي انت بتدوسي على صرصار على سفنجه هيموت. هو التوبيكال والسيستميك في الكانديديزس حاجه سيفير زي دي لا يمكن التوبيكال يبقى افيشنت. تمام؟ طيب هندي توبيكال انتي فانجل بيور وسيستميك انتي فانجل بيور. طب لو اديت توبيكال انتي فانجل وسترويد او اديت توبيكال سترويد هيحصل ايه؟ الاسترويد هيقلل المناعه. الانفلاميشن ده مناعه، الانفلاميشن ده تي سيلز، ده بتاعي، ده جاي يحارب معايا. فلما تدي السيستميك انتي فانجل مع التوبيكال انتي فانجل وانز الاريزيما راحت يبقى البيبي خف. يبقى المناعه بتقول لك عندك لعيب كتر الله من امثالك انا ماشي اهو. وصلت؟ يبقى لازم توبيكال مع السيستميك انتي فانجل. عرفت هتديها ازاي؟ لو الام بترضع ادي جرعه الام 150 مللي جرام في الاسبوع، اسبوع اثنين البيبي هيتحسن مع التوبيكال انتي فانجل بيو. لو البيبي بيرضع هنديله الجرعه دي يا جماعه من 2.5 ل 5 مللي جرام بالكيلو جرام. كان زمان في الديفلوكان سيرا للاسف مش موجود. فبقينا نتحايل على الموضوع ونفتح الكبسوله ونحطها في 10 مللي ونظبط جرعتها. طب الحاله الاخيره دي المايكوستاتين ايه؟ المايكوستاتين ده التوبيكال. المايكوستاتين والنستاتين ما بيعديش الجي اي تي، يشتغل على الجي اي تي من جوه تحفه، على لسانك والجي اي تي كانت الجيزز تحفه، ده ما بيعجز ولا ولا ليه تاثير ولا ليه تاثير. بيبي زي اللي في الاخر ده ايه اللي حصل؟ عارف ده بسميها دكتور اسامه؟ عيال ده عنده ستريكت كوكال انتر ترايب. تعرفوا ازاي؟ تسلخات مع ايروجن، ولا اما الايروجن تبقى فيشر، عارفين ايه فيشر؟ ماسك مشط كده عمال اشرط فيه، لا اما فيشر لا اما ايروجن زي ما انتم شايفين، ولازم تلاقي دم في البابرز. دي ستريبت كوكتل انترتايب. الستريبت ما عايشه في الهير فوليكل. الستريبت جت منين؟ حد يقول لي الستريبت جت منين؟ مش جاي دي، مش جاي دي اللي انت عنده علاج ده بتديله انتي بايوتيك ومديله انتي فانجل غالبا اصل اولى لك فاولى. انا عندي تسلخات، مين اللي جاهز يفليل؟ فانجس. ومين اللي ممكن يجي سوبر اكت عليه؟ البكتيريا. فلما لقيت المنظر ده ستريبت كوكتل انترتايب. بصوا المنظر رهيب ازاي؟ طيب انا مش عارف ايه الصوره دي مهمه جدا. لكن الطبقه اللي فوق خالص دي طبقه الهورن لاير اللي احنا اللي انتوا شايفينها دي الدنكراتين. حد يقول لي معموله من ايه ومن ايه؟ خليه كيراتينوس كيراتينوسايت ميتة هورني وخلية كيراتينوسايت ما بينهم فيه فاكهة ليه بتصلفين 100 زي الفل. البيبي بيبس البامبر بيعمل ستول فالفيكال انزايم زي البروتيز واللايت بيز. تاخدين بالكم من اللايت بيز؟ اللايت بيز وانا جبت كل ليفل وبروتييز. ما الكراتين ده بروتين، الكراتين بروتين. يعني الاسطول لو فضل موجود هياكل الجلد وياكل الليفل. بص في ايه؟ بروتييز ولايبيز. ياكل ولا ما ياكلش؟ تمام؟ اثنين والالكلينيتي بتاعت اليورين والامونيا لو فضلت فتره طويله هتعمل لي ماسيريشن الجلد. تاكل لك الجلد. طيب لو كان الجلد مع حركة البيبي والنادي بتاعه هيحصل انفلاميشن، صح ولا غلطان؟ حلو قوي. طب لو السكين بارير اللي هو متمركز فيه الهارني سيلز مع الليبت ان بتوين بوظ، الميه بتاع الجلد يحصل لها ايه؟ تتبخر. اسمها ترانس ابيديرمال ووتر لوس.
فجلدك يبقى دراي جدا 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 ولايق لاي 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 انفكشن او اريليشن. فهنا ماسيريشن اوف ستريت كورنر انكريز سسبتبلتي تو اريتنت، يبقى الماسيريشن اللي عمل الاسلوب واليورين تسهل قوي في الماسيريشن. اثنين بريك داون اوف سكين بارير انتجريتي، تبوظ السكين بارير، فلما يزيد لما يبوظ السكين بارير هيحصل ترانسفيدرمال موتر لوس والدرايفز. مشكله كبيره جدا ان جلدك يبقى جاف او جلد البيبي يبقى جاف. هنا ذا سكين بارير فانكشن اند ايرزن دايبر درماتايز. The skin is an effective barrier between the body and the environment. احنا بنقوله it maintains optimal transepidermal water loss. يعمل transepidermal water loss اللي هو عايزه. ما زاد تريجليت البادي temperature. انما لو البارير باظ الميه باظت. Skin barrier damage is a key component in erythrocytic dermatitis. طيب عشان كده انا عايز احمي البيبي واحمي مناعته. على فكره السكين بارير ده مناعه صح ولا لا؟ السكين بارير ده مناعه، لو باظت ايه المناعه؟ اه دي مهمه. بصوا يا جماعه مهمه جدا، ايه الكومبليكيشن بتاعت الاريتنت دايبر درماتايتس؟ اريتنت احنا لسه ما اتكلمناش على انفكشن، حصل اريتيشن من اليورين والاسطول، كانديدا انتكنز انفكشن از ذا موست كومن كومبليكيشن. دي انتظرها او اوقعها وليها ديجريز. اثنين ات كان ديفولب اف الارتن دايجرام از ليفت انتريتد فور 3 دايز. لو ما اتعالجتش ثلاث ايام هيحصل لك كانديديز. انفنت treated with antibiotic are more susceptible to candida albicans. صح ولا لا؟ هتقلل البكتيريا فلورا اللي هي واقفه عند حدها. هو ده مش فيجي اي تي؟ فيجي اي تي في الجلد. البكتيريا فلورا والمايكروبيوم دي من الحاجات المهمه جدا اللي موقفه الكانديدا البيكنز. اخيرا affected infant require antifungal treatment in addition to effective barrier cream. واخدين بالكم من الحته دي؟ بصوا يا جماعه من احد اسباب الريزيست في التريتمنت في الارث دايبر درماتايتس انما بنسى ان الكانديدا ادي صور بتاعت الكانديدا البيكنس عباره عن ايه؟ مكان ما حصل الريتيشن بدا يظهر الساتلايت ليجن دي بابيول وباستيول اوتسايد المين ليجن وذ تايم الديبس بتاعت الليكترال اريا هيبقى انفولد. طبعا هنا بقى هاخد في كل موضوع نص دقيقه. ديفرنشال دايجنوستكس ايرتن دايجنوستكس لازم تقلع الديك كويس تنظفه كويس وبص ايه اللي موجود وبص ايه اللي موجود. لان اتوبيك درماتايتس طبعا عارفين اتوبيك درماتايتس ولا بالبي اف 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 بالبي اف 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 بي برايتس بي بيرسونال هيستوري في اثر اتوبيك ليجن انا كنت ازمه اف فيس وانا صغير اف فليكشنال اريا لما اكبر اف بص فاميلي هيستوري بالبي اف 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 في حضره اللي احنا فيه ده ماشي قوي. ده الاتوبيك درماتايتس من اكثر العيانين اللي ممكن الاقي عنده نمبريش اللي عنده اتوبيك درماتايتس قبل ده كفايه قوي ما عنده فليكشنال اريا درماتايتس يبقى موجود ولا مش موجود؟ موجود ولا تشوف شكلها ازاي؟ الالرجي كونتاكت درماتايتس دي مهمه جدا بقى. وطبعا انتوا اي ثينك السنسيتي الكونتاكت درماتايتس حاجه والاريتنت درماتايتس حاجه. الكونتاكت درماتايتس عنده حساسيه من ماده البامبرز بتحصل ولا لا؟ بيقول لك ده ابن اللذين ده جايب له السعودي وعمل له حساسيه. انا ما اعرفش انت بتفكر السعودي الكلام ده ده حلو قوي. طبعا دي بقى ايه؟ لسه شايفها قريب. من ايه بقى؟ بلاستيك يا ريت المنظفات الله ينور عليك.
الام اوبسيسيف والتويلت لا التويلت بدا يتكلم التويلت بدا يتكلم كفايه دي دول حرام عليك كلت القعده دي دول دي دول وتروح شويه فدي دول دي اللي بيقعد وجلده طبعا فيري فراجايل فسهل جدا 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 يجيله الرجي او يجيله الرجي يبقى واحد هتوعي الدرماتايتس قال لك شفتك الدرماتايتس هتبقى حساسيه لوكالايز الاريا بتاعت الدايموند ده رسمه الدايموند رسمه من قدامه من ورا كان الانفكشن زي ما قلنا الساتلايت ليجن سيبوريت الدرماتايتس هبص على السيبوريت اريا ايه هي السيبوريت اريا؟ السكالب اي برام نيزو ليفيا فوق تشيست اكزيلر فلو لقيت الحاجات دي كلها فيها ريزيموسكيل يبقى دي على طول سيبوريت درماتايتس سورايسس ممكن في البيبي يجي لي نابكن سورايسس ما عندوش ولا حته في جسمه فيها سورايسس بتبقى جليستنينج ويل ديفايند هتشوف حاجه بكتيريا فلوكولايتس اوبا 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 بكتيريا فلوكولايتس الله احنا اتفقنا ان البيبي ولا وانت وهو في الهير فوليكل في مين؟ استاف فسهل جدا لو لقيت فوليكولايتس في نابكن اريا ده الاستاف غايب. ميالي حمو النيل وكلكم ادراكم حمو النيل. بكتيريا الامبيتايجو امبيتايجو ما في امبيتايجو طبعا. سوبر فيشن ستاف ستريبت انفكشن ويجي لك بيه كراست لونها مسفر. طيب استريبت كوكا انت ترايجو قلنا الاستريبت مش هتيجي لوحدها، دي هتيجي على الارض الدايفر بالمطاط ولازم الاقي ايروجن، استريبت لازم ايروجن، لا اما فيشرنج ده الروتين او ممكن تلاقيها الفيشر مش هتلاقيها. اذرز بقى منها اوعى تنسى الزنك ديفيشنس اوعى تنسى الزنك ديفيشنس والاكوا درماتايتس دي الوزن والاكوا درماتايتس دي تعالوا نشوف حاجه حلوه في السريع اتوبك درماتايتس يا رب كده واحدة واحدة أتوبيك درماتايتس متوقع جدا الولد اللي عنده أتوبي أو النولو اللي عنده أتوبي إن يجيله الكارت انتاك دايفر درماتايتس أو تسلسل معايا أتوبيك درماتايتس is a chronic non-contagious inflammatory skin condition strongly associated with asthma فالولد اللي عنده اتوميك درماتايتس ده الراجل مين؟ وشه هتلاقيه محمر ودراي جسمه دراي وجلده ليه صوت اعمل كده تسمع صوت البيبي الاتوميك درماتايتس اول ما بيتعرب يهرش اول ما بيقلق ده اسمه ايه؟ اتوميك سكين ده اكتر واحد لايبل تو ديفولب اتوميك درماتايتس اوعى تنسوا ده يا جماعه البيبي اللي يتعرق لقيته بيهرش يبقى ده عنده ايه؟ اتوميك سكين اكتر واحد لايبل تو ديفولب ايه؟ اتوميك درماتايتس واكتر واحد ممكن يجي له تسلسلات الدايفر اريا زي ما انتم شايفين كده. اثنين الرجي كونتاكت درماتايتس زي ما قلنا الرجي كونتاكت بتبقى رسمة بامبرز من ورا ومن قدام وحل الوحيد نغير البامبر. ثلاثة الكانديدا مش هتكلم على الكانديدا طبعا الكانديدا ده مستنية مستنية التسلسل عشان تبدا تظهر على شكل الساتلايت ليجن وبعدين لما تخش في الدبس بتاع الفلكشن اريا اعرف ان انت دلوقتي في حاله شديده جدا ومحتاج سيستميك مع الكوبيكا. سيبوريت درماتايتس سيبك من التسلخ ده التسلخ ده جزء من الديزيز شايفين يا جماعه الواد عنده سيبوريت درماتايتس يعني درماتايتس السيبوريت اريا اللي قلنا عليها السكالب الفيس الاي براو النك النابكن اريا زي ما انتم شايفين بيبقى جزء من سورايسس. ايه السورايسس؟ والله اولى لك فاولى، احنا عندنا لما هلاقي سورايسس في جسمه هيبقى سهل جدا تشخيص التراكتد انما لو لقيتها بس في النابكن اريا بتبقى جليستنينج نان سكيل. خلي بالك معايا كلمه صوره صوره يعني سكيل سورايسس يعني سكيلز الاقي سكيلز في اي صدفيه في الدنيا الا الفليكشن سورايس او النابكن سورايس مكان النابكن هو لكم عليه جايزه لا ده اللي فيها جايزه دي
حد يقول لي النابكن سورايس الصورة زي دي هتعالجها ازاي؟ ايمونيا عادي زي كل السلفات. الاسيتريتين الاسيتريتين احلى دواء ما تخافوش تكتبوه من نص الواحد مللي جرام بير كيلو جرام باي ذا واي موجود في الماركت في صورتين كبسوله 10 مللي جرام وكبسوله 25 مللي جرام الاسيتريتين هبدا بالاسيتريتين لغايه ما الموضوع يبقى كنترول بعد كده اخش بالايموليانت والاليدين يجي يقول لك ايه الاليدين اقل من السنتين اللي هو الكالسيدون انهبيتور بيقول لك اقل من السنتين ممدوح ماشي لو هتبيع جسمه كله انما حاجه صغيره زي دي لمده 10 15 يوم اعمل كنترولنج للديزيز مش ممنوع ولا حاجه تمام وزيف بص بقى بص ليه لما تيجي تبص بالعدسه مش هقول لك بقى الميكروسكوب والحاجه العفاريت بتاعتها هتلاقي مكان الهير فوليك اللي صغننة جدا جدا في الكولايتس دي بكتيريا في الكولايتس معمولة بمين يا جماعة؟ ها؟ مين ستيف؟ توبيكال انتي بيوتيك بيسلين مور ذان انف انها تكون دي ملياري مش هتكلم مش هتكلم طب انتوا ملياري ازاي؟ الله هقول لك بقى على حته ظلمه في المليار حته ظلمه قوي 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 هو مليار ايه؟ بص معايا السويت جلاند في كل حته في جسمك عامله كده عامله زي الكويل اسمه سكريتوري كويل وضغط سويت جلاند عباره عن ايه؟ اين تقع السويت جلاند؟ كل حته في جسمك كل حته معايا عامله ازاي؟ سكريتوري كويل بتطلع او بتصنع العرق وضغط لو الضغط اتسد تفرقع يطلع العرق جوه الجلد يهرش طب احنا عايزين نعالج هنعالج ازاي؟ الواد خلي بالك منه الواد ما يعرقش طول ما هو عنده ملياريا حطه في تكييف وهواء ليه؟ لغايه مبني الوول بتاع السويت داكت طب نبني الوول بتاع السويت داكت ازاي؟ نصلحه ازاي؟ برافو على سعادتك فيتامين سي ملياريا فيتامين سي سيبك من التوبيكال والكلامينا والاوزوتوم والقط كل الكلام ده اوكي انما عايز تعجل تدي فيتامين سي محدش يدي كورتيزون لا يوجد انفلاماتوري سيلز في الدنيا خالص اللي بيحصل ايه؟ ده اريتيشن ربنا خلق عندنا تو جلاندز في الجلد جلاند اسمها سويت جلاند وجلاند اسمها سبيشيس جلاند يصدع حاجته ويطلعها الجلد من بره لو الحاجه دي الجلاند دي فرقعه ودخل الكونتنت جوه الجلد يعمل لك اريتيشن ما حبش يبقى بره دي السويت ده مش فرقع جوه الجلد طب والمليان عباره عن ايه؟ يا اسف السبيشيس جلاند فرقع جوه الجلد طب والسويت ده او المليارية السويت ده تتفرقع جوه الجلد معايا يا جماعه يبقى انا عايزه ازاي العيان ما يعرقش لغايه ما اعمل هيلينج للسويت ده بالفيتامين سي خلاص وخلص حاجه بكتيريا اللي بتايجو زي ما انتم شايفين اللون الاصفر بتاع الكراس ده بتاع اللي بتايجو تروبيكال وسيستيمك انتي بايوتيك بتسمست الحاله دي خطيره جدا لو ما اتعالجتش صح عشان اللي بتايجو في الجلد ممكن يعمل لي الله عليك بوست ستريت كوتر بالميديكال برايس حاله زي دي وزي ما انتم شايفين طبعا ده مين الزنور والانفكت امبلايك وستام ايه السورس ايوه ستريت كوتر انتر ترايل منها طبعا على كوزز اه دي يا جماعه مهمه جدا
وما تنساهاش، وممكن نحكي فيها الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. حاطه البيبي جوه الغساله، شايفين البيبي ولا ايه؟ هي ودي البقعه. ايوه اوبسيسيف كومبالسيف نيروسيس هو اهم احد اهم الاسباب اللي بننساها في الدايمكروماتايتس. بيعملوا كده دورة ضغط الحرب استفدت من الجزء وكسروا الطيبين. تشرف ليا باخر محاضرة.